مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم جميعا وحلقة جديدة من اون افريكا وتغطية مستمرة لمنافسات النسخة ال 34 لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023. فقط 24 ساعة بتفصلنا عن أربع منتخبات قدروا بعد خمس لقاءات يكونوا بيوصلوا للمربع الذهبي من أجل حصد لقب هذه النسخة الاستثنائية من كأس الأمم الأفريقية. طبعا بجانب متابعتنا لكل ما يخص هذه البطولة، أكيد هنكون نتطرق لظروف منتخبنا الأول لكرة القدم المستقبل اللي كان مقلق بالنسبة لنا كلنا، والخطوات اللي بيتم أخذها على مدار الكام ساعة اللي فاتوا، وكمان تداعيات كل البيانات اللي ظهرت من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. كل هذا وأكثر في حلقتنا النهاردة، وبيشرفني يكون معانا المحلل الفني محمود شاكر. برحب بيك. ازيك يا مريم؟ عامل ايه؟ كله زي الفل. جاهز؟ لأن الأحداث ساخنة وعلى صفيح ساخن. بالظبط، دي حقيقة. أكيد هنكون بنتكلم عن منتخبنا الوطني بكل تفاصيله، واكيد كمان هنكون بنتكلم عن الاربع منتخبات اللي وصلت للمربع الذهبي في كان 2023. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلوني سريعا استعرض معاكم نتائج لقاءات الدور الثمانيه اللي تابعنا فيها طبعا 8 مفاجآت و 8 منتخبات قدرت ان هي تكون بتوصل لهذا الدور. البدايه كانت مع تفوق نيجيري على حساب منتخب انجولا بهدف نظيف. الكونغو الديمقراطيه بتتاهل للمربع الذهبي بثلاث اهداف مقابل هدف على منتخب غينيا. اليوم اللي بعده شفنا تفوق المنتخب الايفواري بهدفين مقابل هدف على منتخب مالي، والمباراه الاخيره تفوق فيها جنوب افريقيا على الراس الأخضر بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل السلبي، وانتهى اللقاء بتفوق ويليامز بالتحديد بركلات الترجيح. بالنسبة للقاءات إن شاء الله نصف النهائي اللي هتكون بتبدأ بكرة الساعة 7، نيجيريا في مواجهة جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية في مواجهة كوت ديفوار، ده هيكون الساعة 10 بالليل. قبل ما نتكلم عن تفاصيل اللقاءات اللي هنكون بنتابعها بإذن الله غدا، خلونا كده سريعا يعني نكون بنستعرض مع حضراتكم آخر التطورات فيما يتعلق بمستقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم. طبعا بيان كان فيه تفاصيل عن بعض القرارات اللي تم أخذها من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعدها بيحصل أحداث كتيرة جدا. معاك يا شاكر هنكون بنخش في كل هذه التفاصيل. بداية خلينا نروح في تفاصيل البيان قبل ما نتكلم على كل ما هو تطور حصل في الساعات المتأخرة من امبارح بالليل. شفت البيان ازاي؟ الى اي مدى شفت ان هو مرضي فيما يتعلق بالنتائج والاداء اللي كان محبط بشكل كبير؟ طبعا هو كان عندنا أزمة كبيرة ان خروج منتخب مصر بالاداء السيء جدا والاداء هزيل جدا بعدم تمكنك من مكسب اي مباراة في البطولة دي، كانت مشكلة كبيرة ومش قيمة منتخب مصر، وده اللي كان مزعل الدنيا كلها. بعدين بدأنا ندخل في قصة المدير الفني، راجل فيتوريا مشي، طب الشرط الجزائي راجل مشي، دخلنا بقى في قصة تانية خالص يا مريان، وهو القصة اللي دايما بنروح ونلف وندور فيها في نفس القصة. مدير فني أجنبي يمشي بيخفق، يجي مكانه مدير فني مصري يقعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، بعد كده يمشي، بعد كده يجي مدير فني أجنبي تاني، وهكذا. احنا بقالنا في القصة دي من بعد الكابتن حسن شحاتة، احنا على طول في القصة دي. احنا ما خدناش ولا بطولة من بعد الكابتن حسن شحاتة من 2010. بعدين لو تبصي على تسلسل المدربين هتلاقي مثلا، خلينا نتكلم على القريب شوية، من بعد هيكتور كوبر جه كابتن حسام البدري قعد 9 شهور، بعد كده كابتن حسام البدري مشي، جه مكانه كيروش وبعد هيكتور كوبر اجري على ما تذكر، بعد هيكتور كوبر اجري، بعد كده جه كابتن حسام البدري، بعد كده كابتن حسام البدري مشي، جه بعد كده كيروش، بعد كده قام جه كابتن ايهاب جلال قعد 3 اسابيع، يعني اسبوعين ونص 3 اسابيع، بعد كده مشي وقام جه فيتوريا في الاخر. المحصله في كل اللي احنا بنتكلم فيه ده ايه؟ صفر، صفر بطولات، صفر تواجد في كاس عالم الا مره واحده بس من سنه 2010. فاحنا بنتكلم على
كيف يدار السيستم، او ازاي القصه بتدار ازاي في الاتحاد الكوره، ان احنا عندنا الهويه بتاعتنا هتجيب مدير فني اجنبي ولا هتجيب مدير فني مصري. كلام طلع من امبارح متاخر ان الكابتن حسام حسن ممكن يكون موجود في خيط المنتخب الوطني او مدير فني مصري، بس دي هنقف عندها لانه الحقيقه الكابتن علاء نبيل بعد تم يعني بعد ما تم اعلان تفاصيل فيما يتعلق بالبيان كمدير فني للاتحاد المصري لكره القدم، وبعد البيان لما اظهر انه الكابتن محمد يوسف مدرب عام وهيكون موجود في الجهاز الفني القادم اللي بيقوده مدرب اجنبي، ده كان ايه قرار كده واضح ان هو واضح وصريح. بعد كده الكابتن علاء نبيل كمدير فني للاتحاد المصري لكره القدم كان ليه تصريحات بيقول مين قال ممكن يكون في مدرب مصري، وهنا خلى الناس تبدا تتوقع، والصوت العالي اللي موجود في الشارع الكروي ان احنا بعد اخفاق تحديدا اي مدرب اجنبي احنا عايزين المدرب الوطني، لان اخر نموذج ناجح كان معانا هو كابتن حسن شحاته، فالناس نفسها تسترجع هذه الفتره وربطها ان كابتن حسن بروحه والتواجد بتاعه على الخط وكل الانجازات اللي حصلت دي مربوطه الى حد ما بالمدرب الوطني. فهنا حصلت البلبله بقى الحقيقيه بالزبط. وحصل القلق طبعا. الحقيقي الى اي مدى في تواصل وتسريبات ليها علاقه بالكابتن حسام حسن طبعا بدات تظهر، ولكن هنا بقى علامات الاستفهام الحقيقيه في التواصل ما بين المجلس وما بين الاسماء الجديده اللي اصبحت معينه، ودي الحاجه المقلقه ان احنا فين الترابيزه اللي بنقعد بنتكلم عليها. ما هو المشكله انا بحس ان يعني اعضاء اتحاد الكوره المصري ما بيقعدوش مع بعض قبل يطلعوا باي تصريحات، احنا بنسمع تصريح من احد المسؤولين الصبح بعديها بساعتين نسمع تصريح تاني مختلف تماما، بعديها بساعتين بنسمع تصريح تالت مختلف عن التصريحين الاولانيين. كلام كان طالع الفتره اللي فاتت مصر بتحاول ان هي تخلص مع هيرفي رينار، في كلام مع كذا مدرب، في كلام مع خاليوزيتش، في كلام مع مدربين كتير جدا. وده الاتجاه، وعلشان كده قاموا جايبين الكابتن محمد يوسف، بحيث ان الكابتن محمد يوسف، ودي برضو حاجه غريبه جدا انا ما اعرفش ازاي يتم تعيين مدرب مساعد قبل ما انا اعين المدير الفني. حتى لو سيبك من ملف المدرب المصري دلوقتي، لو احنا مريانا نجيب مدير فني اجنبي، ما انا ممكن اجي انا مش عاوز مدرب مساعد، انا معايا الكرو كله بتاعي ومعايا التيم كله بتاعي، فانت هنا حطيت نفسك في مأزق قدام المدير الفني قدام المدرب المساعد المصري اللي انت جبته، وفي نفس الوقت هيبقى عندك ازمه. طب دي نقطه، بعد ما خلاص الكلام كله كان راح مدير فني اجنبي عشان كده عيننا كابتن محمد يوسف، قام جه مره واحده الكلام بدا يطلع مؤخرا في اخر ساعات ان المدير الفني اللي هيكون موجود هيبقى مدير فني مصري. طب ما هو السؤال هنا يرجع تاني، وكابتن محمد يوسف هيقبل بالظبط؟ هل هيقبل كابتن محمد يوسف ان هو يشتغل مع مدير فني مصري وطني تحديدا، ويبقى في تاريخ الكابتن محمد طبعا كل الكامل كامل طبعا كابتن محمد يوسف اكيد يوسف وحصل يعني. مع النادي الاهلي على بطوله افريقيا والكلام ده كله، بس هو السؤال هنا هل كابتن محمد يوسف هيقبل كده؟ انا ما اعتقدش ان كابتن محمد يوسف هيبقى كده، ومفيش ما اعتقدش ان في مدرب مساعد مسك فريق وخد معاه بطولات وليه سي في قوي ممكن يقبل ان هو يكون الرجل الثاني لمدرب مصري. فهنا تاخدنا يا جماعه اقعدوا مع بعض، يا جماعه اقعدوا مع بعض وخدوا قرار وبعد كده اطلعوا قولوه، لان الشارع اصلا الكروي ساخن جدا من بعد المشاهد اللي شفناها والتضارب في كل حاجه في بطوله افريقيا، تصريحات بقى وحاجات بتاعت ليفربول ومحمد صلاح والاصابات يعني كل حاجه ما كانتش. فالمفروض احنا نتعلم من اللي حصل ده ونبدا نحط اسس ونحط سيستم بناء عليه نبدا نمشي، لان احنا بنتكلم في مصر اكبر دوله موجوده في افريقيا ليها علاقه بكره القدم سواء انديه او سواء منتخبات مريان. انا اسف في الكلمه العشوائيه اللي بيدار بيها القرارات اللي بتتاخد شيء غريب جدا. وعاوز اقول لك على حاجه، نفس القصه دي كانت برضو موجوده ساعه الكابتن حسام بدري، قعدوا انا فاكر كان برضو بالليل تصريحات كتيره جدا، لا ده كابتن حسام بدري، لا ده كابتن ايهاب جلال، لا ده كابتن حسام حسن، وفي الاخر خالص لقينا كابتن حسام بدري اللي كان اصلا مفضله كانت ما بين الكابتن ايهاب جلال وكابتن حسام حسن، كام مره واحده كابتن حسام بدري هو اللي دخل. فهنا القصه او القصه مش قصه كابتن حسام حسن كويس او كابتن حسام حسن، طبعا كابتن حسام حسن قيمه وقامه كبيره جدا جدا جدا، اعظم مهاجم جه في تاريخ الكره المصريه، وكان دايما الناس بتقعد تربط ما بين ان مثلا واحد زي جمال الدين بالماضي مع منتخب الجزائر ان هو واحد ليجند يا مريان، فبالتالي كلعيبه بتحترم الراجل ده، والراجل عنده بيعرف ان هو يسيطر كويس جدا على اوضه اللبس، والراجل عنده تاريخ كبير جدا، فبالتالي اللعيبه كلها تبقى بتحترمه وبتبقى بتسمعه.
وكان الكلام اللي الناس بتقوله لا اصل كابتن حسام حسن حماسي فقط. لا هو ما فيش، هو كابتن حسام حسن طبعا حماسي، بس هي احنا مش داخلين خناقه عشان كابتن حسام حسن، هو عشان كابتن حسام حسن حماسي فاحنا خلاص كابتن حسام حسن يمسك. لا كابتن حسام حسن ما خدش بطولات مع الانديه اللي كان بيمرنها، ما خدش بطولات مع الاردن، ولكن هو عمل ثوره كبيره جدا في منتخب الاردن باستثناء طبعا الانجاز التاريخي اللي اتعمل بوصول الاردن نص نهائي. كان كابتن حسام حسن عامل انجاز كبير جدا، وبرده في كاس عالم ولعبه مع الاوروجواي ماتش فيصل على اللي يروح كاس العالم، فهو عمل شكل كويس مع منتخب الاردن. مع الفارق الكبير ما بين منتخب مصر وما بين منتخب الاردن، الناس بصراحه شديده مرهام بتبقى عندها تخوف شويه من قصه مثلا انفعالات الكابتن حسام حسن. بس انا شايف ان الكابتن حسام حسن في الاول وفي الاخر لما يكون ماسك المنتخب الوطني ممكن ما يكونش بنفس الانفعالات والعصبيه اللي بيكون عليها لما بيكون ماسك انديه، لان المفروض يبقى سبورت كله ليه. بس في الاول وفي الاخر قبل ما انا الحته دي يا مرهان هي القصه كلها يا جماعه، لسه مش هننهيها لان هي كانت طبعا يلا بينا يلا بينا. يعني كابتن حسام لو هنقسم التحدي الاكبر بالنسبه له، لو فعلا هو من ضمن الاسماء اللي ممكن نشوف اعلان رسمي من قبل الاتحاد في الساعات اللي جايه ان المدرب اصبح وطني، وان ده كلام بقى وقرارات، لانه البيان كان طالع بيان رسمي من الاتحاد ان المدرب اجنبي، بعد كده تصريحات من الكابتن علاء نبيل وهو مسؤول ومسؤول اكيد عن كل تصريح بيقوله ان لا في احتماليه ان هي تكون، وممكن نرجع نشوف اجنبي تاني. ولكن ملف الكابتن حسام مربوط بشقين يبدو معقدين. اول شيء انه موضوع الرخصه التدريبيه وان هو لا يملكها، واكيد مش طبيعي ان انت يكون عندك مدرب منتخب مصر بيقعد على في المدرجات أكيد علشان مش أكيد هيكون عارف يدير المباراه من على الدكه، فده حاجه طبعا مش منطقيه. وقت ضيق جدا ان هو يكون بيبدا يشوف ويتواصل ويشوف هياخد الرخصه منين لو فعلا. والشق الثاني بعض الازمات اللي ممكن تكون حاسس ان ما بين الكابتن حسام وابرز الاسماء ممكن يكون بيتم الترديد عنها هو محمد صلاح، ان ممكن ما تكونش الكيمياء هتكون جامده ما بين المدرب ولاعب بقيمه طبعا محمد صلاح حاجه جيده ان انت تكون بتكسب لاعب زي دوت واللاعب يكون مستريح تحت قيادتك. فتعليقك على النقطتين دول. النقطه الاولانيه قصه الرخصه واللايسنس الكابتن حسام حسن لسه لما تحصل عليه عشان يقعد خلاص جوه الملعب، يعني انا شايف ان اول مباراه للمنتخب لمنتخب مصر رسميه اعتقد هتبقى في شهر 6، فاحنا بنتكلم اللي احنا لسه قدامنا تقريبا 4 شهور ممكن الكابتن حسام حسن ساعتها يشوف موضوع الكورسات واللايسنس والكلام ده كله عشان ممكن يحصل على رخصه تدريبيه. ولكن هي طبعا حاجه مش كويسه قوي ان انت مدير منتخب مدير فني منتخب مصر ما بقاش قاعد على دكه البولاء لعدم حصوله على اللايسنس. بس كابتن حسام حسن اعتقد في الفتره دي مع ممكن مع رخصه ايه بس مش برو، والبرو دي هي بالظبط البرو، بس اعتقد ان هي مش قصه كبيره ان هو ياخدها. انا بقول لك اول ارتباط رسمي منتخب مصر ما اعتقدش ان هو قريب كمان في شهر 6 صح؟ في دوره وديه في شهر 3 وديه، ولكن الماتشات بتاعت الدوره الوديه دي مفيش فيها مشكله بالظبط. فاحنا بنتكلم في حوالي قدامنا لسه 4 شهور اعتقد في ال4 شهور دول ممكن الكابتن حسام حسن يحصل فيهم على لايسنس برو. القصه الثانيه وهي القصه الكبيره وهي قصه محمد صلاح. في الاول وفي الاخر محمد صلاح يبقى اعظم لاعب جه في تاريخ مصر ككل حاجه، انجازات وارقام ولعب وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر محمد صلاح لا يتخطى دوره كلاعب ضمن 27 لعيب اللي بيبقوا موجودين في قائمه منتخب مصر في اي بطوله او في اي مباراه. ولكن القصه كلها لما يكون عندي لعيب بقيمه محمد صلاح لازم في نفس الوقت اعرف ازاي اتعامل معاه نفسيا، واعرف ازاي ان انا اخد الاستفاده القصوى من محمد صلاح، لان انا عندي واحد من افضل 5 لاعبين في العالم او واحد من افضل 3 اجنحه في العالم. فالقصه هنا انا ما اعتقدش ان الكابتن حسام حسن ما عندوش الخبرة ان هو مش هيعرف ازاي يتعامل مع قصة محمد صلاح. يعني كابتن حسام حسن اكيد انا لما اكون مدير فني وعندي لعيب زي محمد صلاح ممكن استفيد منه الاستفاده القصوى دي، اكيد انا عمري ما اخش معاه في كلاش واخش معاه في من الاول بالظبط واخسر واحد يعني قوي جدا جدا وكلنا عارفين دور محمد صلاح جوه الملعب وبره الملعب. فهنا قصه ان كابتن حسام حسن مش يعني ما اعتقدش ان هو عندوش الذكاء ده ان هو يعرف يتعامل مع محمد صلاح. الناحيه الثانيه محمد صلاح اكيد انا عارف ان محمد صلاح ممكن ما يقبلش التعنيف في بعض من الاوقات، لان مش هو محمد صلاح بس يعني مش محمد ده طبعا جيل عندك عدد من اللاعبين مش هيكونوا بيتقبلوا، بس برضه في نفس الوقت هو كابتن حسام حسن مش هيبقى نازل الملعب يعني مع على فكره ده تحدي بالنسبه لكابتن حسام عامه علشان يكون بيحقق رغبه موجوده في الشارع. أيوة. ان هو يكون فعلا بيثبت الهدوء اللي هو لازم يكون بيوفره داخل غرفه خلع الملابس. وعلى فكره مرهان يعني انا دايما براهن بقول ان كابتن حسام حسن مثلا لما بيبقى ماسك فريق في الدوري المصري يحصل مشاكل في الماتش، يحصل مشاكل في التحكيم، ما يبقاش مبسوط، يطلع في المؤتمرات الصحفيه، ممكن يكون هو كان بيبقى من وجهه نظره حاسس مثلا ان ايه الناس بتيجي على فرقتي، فهو بيبدا يدافع عنه فبيبدا ان هو يبقى منفعل بشكل كبير، وده مش صح. بس اعتقد ان هو في منتخب مصر
لما يلاقي الدعم ولما يبقى الناس كلها تبقى في ظهر منتخب مصر، ما اعتقدش ان الكابتن حسام حسن هيبقى بنفس قوة الانفعالات اللي هو كان هيبقى عليها مثلا في وجوده فيه. بس في نفس الوقت احنا بنتكلم في حاجة ما نعرفش هي هتحصل ولا مش هتحصل، بس في الاول وفي الاخر الناس كلها مريان خدت فرصها، والناس كلها جت ومشيت واخفقت وداخلين في 14 سنة بدون اي انجاز سوى الوصول لكاس العالم مع 3 هزائم. يعني احنا الانجاز بتاعنا كله في اخر 14 سنه ان احنا روحنا كاس العالم، خسرنا من اوروجواي وروسيا والسعوديه، خسرنا 3 ماتشات ورجعنا تاني. فهنا بقى القصه، طب هل الكابتن حسام حسن بقى، دي نقطه مهمه جدا، لو انت هتدي كابتن حسام حسن هتدي له وقته، هتدي له صلاحياته، وفي نفس الوقت كل الكلاشات اللي ما بين الكابتن حسام حسن، عشان نكون صراحه من الساده المشاهدين يتفرجوا علينا شايفين التصريحات المتبادله هنا وهنا، هل بعض الاعضاء مجلس اتحاد الكوره هيوافق ان هو يعني يقبل ان كابتن حسام حسن يبقى موجود بعد كل الكلام اللي كان بيطلع والحاجات اللي بتطلع في الاعلام التصريحات دي؟ نقطه مهمه جدا. والنقطه الثانيه، هل الكابتن حسام حسن لما يمسك هيقعد شهر شهرين ثلاثه وتستنوا اول تعادل او اول اخفاق او اول نتيجه سيئه في المباراه وديه ونرجع تاني نلف في نفس الدايره؟ هو ده المهم. انا مش فارق معايا دلوقتي مدير فني اجنبي من مدير فني مصري، قد ما انا ابقى عارف السيستم لغايه 2026، لغايه كاس العالم، لغايه تصفيات كاس العالم لما تخلص وان شاء الله منتخب مصر يتأهل، انت السيستم بتاعك ايه؟ هتجيب مدير فني الهويه بتاعته عامله ازاي؟ هتدي له دعم قد ايه؟ هتعمل ازاي الكوردينيشن والتنسيق ما بين المدير الفني بتاع المنتخب الاول وما بين ميكالي بتاع المنتخب الاولمبي وما بين كابتن وائل رياض؟ هتعمل التنسيق ده كله ازاي عشان تحط خطه وبلان لمده 4 سنين تبقى عارف منتخب مصر هيروح فين؟ هي دي القصه اللي لازم الكل يفكر فيها. اصل القصه مش قصه مدرب، ما هو وليد الركراكي المدرب العظيم جدا جدا كان عنده بعض القصور في مباراه كاس افريقيا، طلع من دور 16 من جنوب افريقيا اللي غير مصنفه تماما. هل ده معناه ان القصه هنا ان المغرب ما عندهاش سيستم؟ لا، ممكن يكون الراجل اخفق في الاداره الفنيه. فهي القصه عندنا مش قصه الفريق الاول، الفريق الاول ده مرهان اخر حاجه بالزبط. اخر حاجه في الكوره هي الفريق واخر الاول. واخر حاجه ليه؟ لان احنا اكبر معدل اعمار في بطوله كاس الامم الافريقيه، يعني انت في 2026 وافترضنا ان المجموعه دي هي اللي هتكون بتشارك، هيكون يعني عدد كبير جدا من اللاعبين دولت لازم يكون حتى ظهر في وسطهم لعيبه من المنتخب الاولمبي. بالظبط كده، لان في الاول وفي الاخر كله في الاخر بيصب في المنتخب الاول، ولكن البيز عندك عامل ازاي؟ انت عندك الاسس عامله ازاي؟ لعيبه الكوره اللي عندها 8 و9 و10 سنين انت بتقومهم ازاي؟ بتعلمهم اسس استلام تسلم الكره ازاي وتسلم الكره ازاي، تجري ازاي، الثقافه اللي لازم تتربى عند اللعيب من هو صغير، ان ثقافته بره الملعب ان انا اكل ايه، انام ازاي، اهتم بنفسي ازاي. في نفس الوقت الكوره ما بقتش علم الكوره فقط جوه الملعب، في علم الاداريات الكوره وتسويق الكوره، كل ده سيستم مفروض يتحط. عشان لو احنا هنبني على حاجه، كاب فيردي دي مجموعه من الجزر، يعني حاجة صغيرة جدا ما لا يتعدوا المليون نسمة، عاملين سيستم مختلف تماما. ده في كاس العالم، في كاس افريقيا لليد الهاند بول كانوا موجودين سيمي فاينل، وما تقارني بقى عدد شعبنا وشعب كاب فيردي اكتر من 100 ضعف، يعني احنا بنتكلم في 105 مليون و100 مليون وهم مليون 600، يعني حتى يعني ما فيش حاجه ما كملوش حتى المليون. فهنا علشان في بلان، فرقه زي جنوب افريقيا حاطه بلان، فبالتالي بتشوف الانديه بتاعتها السنه دي واخدين افريكان سوبر ليج في اول نسخه ليهم، والسنه اللي فاتت كانوا عاملين بطوله رائعه لولا خروجهم من الوداد. نفس الكلام يا مريان، جنوب افريقيا السنه دي بتطلع المغرب اقوى فريق في افريقيا، عشان في سيستم وهويه واضحه، في لعيبه بتتعلم صح من وهي صغيره، علشان في الاخر لما نيجي نبص على منتخب مصر نشوف في كام لعيب موجود. انا هسالك سؤال يا مريان، في كام لعيب في منتخب مصر اقل من 24 سنه؟ مفيش ولا لعيب جوه منتخب مصر اقل من 24 سنه باستثناء احمد نبيل كوكا وتعور قبل البطوله. انما لما تيجي تبص على كام لعيب موجود من اللعيبه البروميسنج اللي هم الصغيرين في السن باستثناء كل النجوم اللي موجوده عند 24 سنه، امام عاشور ومرموش ومصطفى محمد، انا بتكلم على اللعيبه الصغيره اللي انت ممكن تبني عليها. انت كمان سنتين الجيل ده هينتهي، مين الجيل اللي طالع؟ هو ده السؤال. انت بتصفي عشان توصل كاس العالم، وبعدين يعني لما تروح هتعمل ايه علشان تبقى موجود؟ ومش زي روسيا، يعني نموذج مشاركتنا في كاس العالم في روسيا ما حبش ان احنا نكون بنكرره خالص في كاس العالم في 2026. لسه هنكمل كلامنا عن منتخب مصر، لان كمان النهارده هيكون في اجتماع ما بين اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والمدير الفني للاتحاد الكابتن علاء نبيل، لازم يكون بيخرج قرارات ويكون في
القرارات دي ما يطلعش بعد شويه قرارات مش شبهها، او يطلع قرارات بتخليها كتصريحات يبقى فيها تضارب، لان دي اعتقد اكتر حاجه تزود القلق. لازم يكون في نقطه نظام فيما يتعلق بكل التصريحات وكل القرارات، وتكون كلها ماشيه على نهج واحد من اجل في الاخر الصالح العام للكوره، مش بس منتخب مصر الاول. احنا بنتكلم على صناعه، فبتتكلم على اكتر من عنصر واركان كتيره جدا لازم تكون متوفره وماشيه على نهج واحد، كلها على تارجت واحد محطوط على مدى قصير وعلى مدى طويل، ويتم اصدار بيان واضح بالخطه للجمهور. الجمهور بيبقى قاعد مستني، هو دي الفكره، ان الجمهور قاعد مستني ايه اللي جاي للكوره. فلو انت بتطلب منه يصبر، فوضح له ان هو لازم يصبر، وان في خطه محطوطه ومحتاجه وقت شويه عشان تكون بتتنفذ، هتجني ثمارها. كمان سنه هتشوف كذا، كمان سنتين هتشوف كذا، وكمان 10 انا بضمن لك ان انت لو صبرت هتلاقي كذا. فدي اعتقد حاجه مهمه جدا تبدا تطبق سريعا، وباذن الله بدايتها من النهارده في هذا الاجتماع نبدا نشوف يعني يحصل طريقه ممنهجه افضل في الفتره اللي جايه فيما يتعلق بكل القرارات اللي بيتم اصدارها من مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. بعد الفاصل نواصل، خليكم معنا. طبعا لقاءين مرتقبين بالنسبه لكل جمهور كره القدم الافريقيه، هنكون متابعهم غدا باذن الله فيما يتعلق ببقيه منافسات كاس امم افريقيا وتحديدا مباريات نصف النهائي. ولكن قبل ما نتطرق اليهم بنستكمل حديثنا عن موقف منتخب مصر الاول وكل ما يتعلق بالبيانات الصادره من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. برحب بك مره ثانيه يا محمود، وخلينا نعلق برضو على التقرير الخاص من مستر وي فيتوريا اللي يعني ادى للاتحاد المصري لكرة القدم بعد خلاص ما تمت اقالته بشكل رسمي فيما يتعلق بمدى رضاه يعني وسعادته بالمستوى اللي قدمه منتخب مصر. بيذكر ان احنا الاكثر تهديفا، الاكثر استحواذا، وكانه كان يعني يشاهد بطوله مختلفه. لا، هو واضح ان روي فيتوريا كان قبل البطوله حاجه وبعد البطوله حاجه ثانيه. وتقرير بالنسبه لي اللي هو تتكلم عليه والبروز فيه ان مصر كانت اكتر الفرق تضيعا للفرص واكتر فرق اللي راحت واكتر فرق سددت. وبالمناسبه هو ما كانش بيقول اي كلام، فعلا مصر اكتر فرق عامله عرضيات صحيحه واكتر فرق شاطعة، بس في الاول في الاخر النتيجه فين؟ النتيجه ولا حاجه. وبعدين النقطه الثانيه اللي كان بيتكلم فيها في موضوع الاصابات، بيتكلم بيقول ان واحد زي محمد صلاح لما ان هو ما بقاش موجود مع منتخب مصر بعد مباراه ونص ما طلع في اخر الشوط الاولاني من مباراه ثانيه، بيتكلم على اصابات اللعيبه بالانفلونزا قبل مباراه الكونغو في دور ال 16، كان بيتكلم على اصابه امام عاشور القدريه ان راجل ما حدش. بس في الاول وفي الاخر هو ما فيش حجه ليك كابتن فيتوريا، يعني في الاول وفي الاخر انت لم تقدم اي شيء مع منتخب مصر. منتخب مصر اللي كان داخل البطوله اعلى معدل هجومي في البطوله كلها جايب اجوان في اوروبا السنه دي هو كان منتخب مصر. لو كنا جمعنا اجوان محمد صلاح بالاسيستات بتاعته مع مصطفى محمد مع عمر مرموش او تريزيجيه وقارنتيهم يا مرهم بكل الفرق اللي كانت موجوده، هتلاقي ان معدل منتخب مصر هو كان الاعلى في البطوله كلها. فاحنا هنا نرجع ان في كان ازمه مع الراجل ده. وانا اسف لما تيجي تقول اصل انا ما خسرتش ولا مباراه مع منتخب مصر غير مباراه واحده او مباراتين، ما هو في الاول وفي الاخر معظمها كانت مباريات وديه. هو فيتوريا احنا كنا جايبينك عشان خاطر حاجه واحده بس، ان منتخب مصر يقدر يحصل على كاس امم افريقيا ويروح كاس العالم. هتيجي بقى تحاسبني ان انت كسبت زامبيا وعملت ماتش جامد قدام الجزائر ولعبت ماتش كويس قدام بلجيكا؟ فلو في الاخر سوري يعني الكلام ده ما بياكلش عيش مع منتخب مصر. ومنتخب مصر مش الفريق اللي عاوز يوصل لدور 16، منتخب مصر هو اكتر فريق حصل على افريقيا وبقالنا كتير ما خدناش. فهو ده اللي كان مطلوب منه. فتقرير بالنسبه لي هو افلاس كروي، هو مش لاقي حاجه يقولها في التقرير. فبيتكلم على الاصابات، الاصابات دي اي حد في الدنيا بيتكلم عن الجو برضه. الجو قصه الجو دي بصراحه انا بالنسبه لي يعني عيب قوي يا جماعه ان احنا نتكلم في قصه الجو دي بعد العمر ده كله. والله بعد العمر ده كله في افريقيا ما بين انديه ومنتخبات بنفاجئ ان في رطوبه في افريقيا وفي غرب افريقيا. لا يعني انت من الاول كنت لازم تعمل حسابك على حاجه زي كده. ونقطه ثانيه مهمه جدا ليها علاقه بالشغل الفني، لو انت مش هتقدر تجاري المنتخبات الافريقيه في السرعات اللي هتبقى عندهم، كان ممكن ببساطه شديده تحط للماتش سيناريوهات او ان انت ما تبداش تلعب برتم عالي طول المباراه وتقسم الماتش اجزاء عشان خاطر النفس بتاعك. بس بالمناسبه واحد زي مصطفى محمد، انا كنت بشوف مصطفى محمد ما شاء الله عليه لحد 120 دقيقة بيلعب وبيأدي وما كانش متأثر بالرطوبة. في لعيبة كتيرة ما كانتش متأثر بالرطوبة في منتخب مصر. بس هي هنا ان انت فيتوريا
رايح تلعب بطولة افريقيا ولسه فوجئت ان موضوع الرطوبة ده شيء كان بالنسبة لي غريب جدا، لان كل المديرين الفنيين عارفين حاجة زي كده، والجهاز المعاون وجهاز المعاون المصري، ودي نقطة مهمة جدا، كل الجهاز المعاون المصري اعضاء اتحاد الكورة كلهم عندهم من الخبرات ما تكفي لان يعرفهم ان ان منتخب مصر هيقابل صعوبات كتيرة جدا. بس في الاول وفي الاخر يعني انا عاوز اقول لك على حاجة والله يا مريان، في سنة 2010 لما منتخب مصر كسب بطولة مع كابتن حسن شحاتة، والله الملعب في فاكر في دور نص النهائي كان في الجراد، كان في الملعب كله والماتش بيتلعب جراد، بمعنى جراد منتخب مصر خد البطوله، يعني الملعب كله كان يعني كان تحس كده في حاجات كتيره جدا في الملعب والحشرات اللي بتطير وبتاع، منتخب مصر خد البطوله. ظروف في افريقيا صعبه طول عمره، ظروف في افريقيا صعبه، ده بالعكس ده احنا لو قارنا افريقيا دلوقتي من مثلا جيل الكابتن الجوهري، لا ده كان في اي ده لا لا ده تطور مش طبيعي، ده لا كان في تليفونات ولا كان في نت ولا كان في ده اللعيبه كانت بتقعد 4 5 لعيبه في حته واحده والحمام مشترك ما بين 3 4 اوض، الكلام ده كله اختلف يعني. انا فاكره يعني فكره ان هم هياكلوا ايه هناك ويبقى لازم طبعا طباخ مسافر معاهم، بس يعني الموضوع بيبقى كله كان صعب جدا. فيا جماعه ظروف ايه اللي احنا فيها؟ بالعكس ده اللعيبه دلوقتي يعني شايف ان في دلع شويه عن اللي ما كان موجود ايام الكابتن الجوهري ده. انا كنت يعني كنا بنسمع دايما ان اللعيبه او الاجيال اللي كانت مع الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه كان بيقولوا على حاجات بتحصل ومواقف طريفه جدا بسبب الاجواء اللي كانت غريبه في افريقيا، كانت بسيطه جدا بالظبط يعني. انا شايفه برضو في دروس مستفاده لازم تكون من حاجات ليها علاقه بالبنود اللي بيتم وضعها في عقد المدير الفني سواء اجنبي او محلي، لازم نبدا نذكر الاهداف المطلوبه، مش كل مدير فني يخفق يقول انا ما اتفقتش على ده، ما هو برضو مش منطقي يعني. لازم نحط بعين الاعتبار كل المنافسات اللي هو جاي وبياخد فلوس بالعمله الصعبه لو هو اجنبي بالتحديد، ان هو لازم يكون بيحقق لي حاجات مش حاجه واحده، ولو اخفق عليها مش هينفع كمان وهو بيرحل ياخد كل فلوس العقد ويعني وشرط جزائي بيبقى علينا احنا. طب هنتعلم انت، اصل دي حاجه متكرره برضو بصراحة وكمان مع الانديه على فكره، يعني في الانديه في الدوري بنشوف برضو لو مدير فني اجنبي عايز يعينه يرحل بياخد فلوس كتير جدا. بصراحه مريان اتكلمت في نقطه مهمه جدا، وهي يا جماعه هو احنا ليه دايما لما بنيجي نتعاقد مع مدير فني اجنبي ليه بنحس الراجل ده ان هو مثلا بيمرن مركز شباب، فانا كل الطلبات بتاعتك مجابه، هحط شرط جزائي مرعب يجي على منتخب مصر وكان الراجل هو الابر هاند وهو اللي ليه اليد العليا في الديل، فانا هقوله وهتشرط وهعمل كذا وكذا وكذا، وبعد كده اول ما يخفق نجي احنا ندور على ثغره في العقد او ثغره في الاتفاق علشان خاطر ما نديلوش باقي فلوس. طب احنا من الاول ليه؟ على فكره نفس القصه دي يا مريان حصلت مع كيروش، كيروش برضو نزل والممشي وحصلت المشاكل وما رضاش ياخد فلوسه، وشفنا التصريحات بتاعته والراجل انا مش عاوز اتعامل تاني مع الكره المصريه بسبب اللي بيعملوه، وحاولنا ان احنا نلف وندور عشان نشوف اي ثغره بدل ما ندفع فلوس الكتيره قوي. طب يا جماعه هو من الاول صياغه العقد بتتعمل ازاي؟ صياغه العقد في الشرط الجزائي في حاله اخفاق المدير الفني، احنا دايما بنجيب المدير الفني بيبقى عندنا فكر واحد بس، الراجل ده هيجي هينجح هيكسر الدنيا عمره ما هيخفق، فبالتالي مش لازم قصه شرط الجزائي لما يجي وقتها نبقى نحلها. الراجل واخد يا مريان يعني 800 ألف يورو رقم، يا ريت كل حد يخفق ياخد يعني رقم جميل حوالي 60 70 مليون جنيه ولم يقدم اي شيء لمنتخب مصر. وفي نفس الوقت انا من الناس اللي كان عاجبني جدا روي فيتوري قبل البطوله، بس هو دخل البطوله وتحول لشخص تاني خالص وفقد اوضه اللبس واللعيبه فكت منه، دي كانت باينه جدا قبل البطوله. كان شكله كويس ومنتخب مصر كان ليه اداء، بس في الاول وفي الاخر المحك الرئيسي والحقيقي لروي فيتوريا كان في بطوله كاس الامم الافريقيه، فشل فيه فشل ذريع، وده بدا يخلينا نفتح الملفات بتاعه الراجل عمره ما مر منتخبات وعمره ما مرن في افريقيا، فبالتالي لما الراجل قابل الظروف دي الراجل اتكشف، وكشف ان هو لا يستطيع ان هو يقود منتخب بقيمه وحجم منتخب مصر. فعشان كده يا ريت يا جماعه لازم نتعلم بقى مره بقى، ما انا نفسي الموضوع ده نتعلم، لازم نتعلم بقى مره. وفي الاخر المدرب الوطني يعني مثلا انا شفت في تصريحات في المؤتمر الصحفي تحديدا بعد خروج منتخب المغرب الكابتن وليد الرجراجي بيتكلم اللي هو انا محبط جدا وهشوف مع الاتحاد هم يعني هيعملوا معايا ايه، يعني هو متقبل فكره ان هو يكون رابع العالم ولكن اخفاقه في كاس الامم الافريقيه كفيل ان هو يطيح بيه من اداره المنتخب، ف وبيتكلم عليها يعني وهو حاسس بالمسؤوليه يعني بمنتهى التواضع مع هذا الانجاز العظيم اللي حققه مع منتخب المغرب مفيش من كام شهر، قادر ان هو يكون بيتكلم عادي بكامل الاريحيه ان هو عادي انا مفيش مشكله لو المباراه دي هتكون
بمثابة السبب الرئيسي ان انا اكون برحل عن قيادة المنتخب المغربي. فهنا بتشوف شعور المدير الفني احترام. بالمسؤولية وباحترامه للمكانة اللي هو واخدها وباحترامه للموقف وللجمهور ان هو بيشيل مسؤولية وحجم الخسارة. طيب مين اكتر مدير فني في الاعداد الكبيرة اللي رحلت كنت تحب ان هو يكمل؟ بس هل انت مع ان مستر كارلوس كيروش يرجع ولا لا يعني، ولا بقى نبدا صفحات جديده؟ هو هي القصه كلها، هو مين اللي مشي؟ هو فيتوريا وكيروش وهيكتور كوبر. هيكتور كوبر انا من زمان ما كنتش يعني بحبش انا المدرب العنيد والكلاشات اللي دخل فيها مع نجوم كتيره زي حسام غالي والمدرب عموما اللي بيبقى كبير في السن بيبقى عنيد شويه. كيروش هو اكتر واحد قرب منتخب مصر ان هو ياخد بطوله، وقرب منتخب مصر ان منتخب مصر ممكن يكون يوصل كاس العالم، ولولا تفاصيل ضربات الجزاء كان منتخب مصر بقى شكله حاجه تانية خالص، او راح كاس العالم او خد بطوله افريقيا اللي فاتت. بالنسبه لي كارلوس كيروش هو اكتر مدرب تعامل بواقعيه مع الكره المصريه، اكتر مدرب عارف ان في قصور عند بعض اللاعبين في الاسس بتاعتهم في التاسيس بتاعهم، فبالتالي الراجل كان رغم ان هو مجمع لعيبه المنتخب لعيبه الصفوه كان بيعلمهم بيزكس من الاول، اسس ليها علاقه بالكوره في التحركات والاستلام والتسليم من الاول خالص. عشان كده انا بقول الراجل ده كان بيتعامل بواقعيه، عارف ان انا ما اقدرش العب كمنتخب مصر باسلوب مفتوح سايب ان انا مثلا بطاير الباكين وزي الاثنين سنتر باك والاثنين مساكين لحد نص الملعب بلعب بريسك عالي، لان انا ما عنديش القدره على بص يا مريان، اي فريق عاوز يلعب كوره ويسيب وياخد الاستحواذ ويبقى معاه الكوره طول الوقت ومهاجم لازم حاجتين، حاجه الاولانيه تفضل الكوره طول الوقت معاك. تفضل الكوره طول الوقت معاك ازاي؟ ان انت اول ما تخسر الكوره في نص الملعب المنافس تسترجع الكره عن طريق الضغط العكسي على الكره. الضغط العكسي ده بيجي منين؟ بيجي من اول خط دفاع لمنتخب مصر اللي هو الخط الامامي الخط الهجومي. فانت بالتالي لازم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش اول ما مصر تخسر الكره هم اول ناس بيضغطوا عشان مصر تسترجع الكره تاني. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان انت لو الفريق اللي قدامك قدر يتخطى خطوط دفاعك ويقدر يعمل التحول عليك، مهم ان انت يبقى عندك الاثنين سنتر باك بتوعك الاثنين مساكين بتوعك عندهم السرعات الكبيره جدا، وده شيء مش موجود في مصر غير في محمد عبد المنعم فقط. زائد ان انت لازم يبقى عندك الثلاثه بتوع نص الملعب عندهم يعني قوه كبيره جدا وشراسه في الاستخلاص، ودي مش موجوده الا في بعض اللعيبه. طب عايز اسالك سؤال، رقم 6 اللي هو مواصفات طارق حامد مفتقدينه بس مين يقدر يكون بيعمل ده في الفتره اللي جايه؟ طارق حامد كانت من افضل يعني طارق حامد تاريخه كبير جدا. أكيد. الراجل كان دستروير بمعنى الكلمه، الراجل يعني لو نترجمها يعني مدمر لهجمات الخصم، او راجل دايما بيقطع الكور بيستخلص بشراسه كبيره جدا عنده روح من الباكين بالظبط كده. لا وطارق حامد ما كان ممكن الناس تعتمد على طارق حامد يلعب وحده في نص الملعب كان يقدر يشيل منتخب مصر. بس في الاول وفي الاخر طريقة اللعب اختلفت، لأن الدور بتاع طارق حامد ما بقاش بس إن هو بيقطع كور يستخلص كور يغطي ورا الباكات ويغطي ورا المساحات الفاضية، الدور تطور شوية في اللعيب رقم 6 إنه بقى لازم يطلع بالكورة كمان كويس بالزبط. يقوم بدور الريجستر عند الطليان بيقولوا يعني زي المخرج اللي هو دور اللعيب اللي بيقوم بإخراج الكورة من قدام الاثنين سنتر باك. فدلوقتي مقومات أو إمكانيات اللعيب رقم 6 يبتدي كوره يا مريان ويفضل يلعب كوره يقدر يلعب كوره ويقاوم الضغط لما حد يضغط عليه ويقفل عليه زوايا التمرير، يبقى عنده المهاره ما تكفي ان هو يطلع بالكوره، ده رقم 1. رقم 2 يبقى عنده قوه الاستخلاص. اللعيب الوحيد اللي نقدر نقول عنده المواصفات دي كلها حاليا في مصر هو واحد بس، هو مروان عطيه. مروان عطيه هو اقرب لاعب يقوم بدور لعيب رقم 6 وليس مقارنه بطارق حامد. طارق حامد ستايل مختلف تماما عن مروان عطيه. طارق حامد لعيب انا كان بالنسبه لي يعني طارق حامد لو كان موجود مع منتخب مصر في مباراه زي مباراه الكونغو الاخيره اللي هي مصر خرجت فيها دي واحنا بنلعب 10 لعيبه، طارق حامد لو كان نزل مكان مهند لاشين او نزل مكان محمود حماده كان كسر منتخب الكونغو كله في وسط الملعب، وكان عارف ازاي يقف على الكرة ويضيع وقت ويرخم ويغتت، وهو ده كان دور طارق حامد. فانت محتاج اللعيب ده في وقت من الاوقات، ولكن دلوقتي اللي يقدر يقوم لك بالدور ده خروج بالكوره في نفس الوقت عنده قوه استخلاص كبيره جدا هو مروان عطيه. وشفنا الفرق اللي ما بينه وما بين محمد النني، لان محمد النني ستايله مختلف تماما يا مريان. عشان ستة أكتر تمانية هو تمانية. هو 8 وفي نفس الوقت بيلعب 6، بس هو بيلعب 6 ازاي؟ محمد النني مش اللعيب اللي بيخش ويضرب ويخش ويزق وياخد الكره ويستخلص ويعمل تاكلينج وبتاع، هو ستايله طول عمره هو بيقفل زوايا التمرير اللي هو احنا بنسميها بالبلدي بيحلق. والكلام ده مش دايما بيمشي،
في افريقيا في المساحات اللي بتبقى موجوده، في السرعات اللي بتبقى موجوده، لان هم بدنيا اقوى مننا. فدي كانت المشكله اللي دايما بتبقى موجوده عند محمد النني. فلما شفت مروان عطيه لعب مباراه كاب فيردي ادى مباراه رائعه، في نفس الكلام المباراه اللي بتاعه الكونغو. فهنا زي ما بنتكلم علشان خاطر يبقى عندك هويه، اللي كروش عمله مع منتخب مصر ان هو لعب بواقعيه شديده. انا عندي اتنين وينجر سرعة جدا، محمد صلاح وعمر مرموش، انا هلعب بالكوره دايما، هعتمد على التحولات. وده اللي منتخب مصر مثلا كسب بيه منتخب زي المغرب، كره اتقطعت وصلت محمد صلاح بمهاره محمد صلاح من الجنب اليمين، قام عدى من واحد والتاني عامل الاوفر، قام جاي في ظهر مين بقى؟ في ظهر اشرف حكيمي ساعتها محمود حسن تريزيجيه وحط الهدف. دي كانت المباراه بتاعت 2021. فهو تعامل بواقعيه. تعالوا بقى يا جماعه هاتوا لنا واحد بقى بيلعب كوره. لما جه لعب كوره حصل ايه يا مريان؟ اتكشفنا. مش عايز افتكر. مريان احنا دخل فينا 7 اهداف في 4 مباريات. هقول لك على احصائيه سريعه جدا مقارنه ما بين كارلوس كيروش ومقارنه ما بين واحد زي فيتوريا. منتخب مصر في اللعب اللي احنا بنقول عليه عاوزينه، منتخب مصر دخل فيه 7 اهداف في 4 مباريات، والاربع منتخبات مين؟ موزمبيق، كاب فيردي، الكونغو، منتخب غانا في اضعف نسخه ليه في التاريخ. الناحيه الثانيه بقى في 2021 دخل فينا كام هدف في البطوله؟ من 7 مباريات دخل فينا 2، ولعبنا مين؟ لعبنا نيجيريا، بعد كده غينيا، السودان، كوت ديفوار، منتخب المغرب، الكاميرون صاحبه الارض، السنغال في النهائي. منتخب مصر دخل فيها 2 واحد ضربه جزاء بالظبط اصلا يعني. فهنا بقى تتكلمي على ان الراجل تعامل بواقعيه. يا جماعه احنا مقاومتنا نلعب كره ونفتح الملعب ونروح نلعب بسرعات؟ لا، بأمارة ان منتخب المغرب كان في كاس العالم بيلعب بطريقه معينه، وهو ان هو بيلعب في حوالي 25 30 يارده مقرب الخطوط كلها من بعض وبيلعب على رده الفعل. انما منتخب المغرب ما مسكش الكره من اول ماتش وفتح المساحات، لان هو مش هيقدر يجاري المنتخبات اللي كانت افضل منه زي البرتغال وزي اسبانيا. فهو دي القصه كلها. كارلوس كيروش قصة ان هو يرجع وما يرجعش، انا مش عاوزه يرجع. يعني انا ما اضحكش عليك، انا مش عاوزه يرجع مش عشان خاطر حاجه، لان في الاول وفي الاخر القصة دي يعني قطرت بحثا واتحرق عند بعض الناس وعند بعض الناس لا. وبعدين مش عاوز ان احنا دايما نفس المشكلة اللي بتبقى عندنا، اول ما حد يمشي يا جماعة قلت لكم ده اللي كان ينفع، ده اللي تخيلي يا مريان قالوا على بعد اجيري ان كوبر هو اللي كان ينفع. كوبر اللي ودانا كاس العالم شوط نخسر 3 ماتشات، وكان معانا ساعتها فريق انا بشوف ان الجيل ده كان في نهايته، كان احمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد صلاح كان مصاب. بس يا جماعه ده كوبر اللي انتوا بتتكلموا عليه، خلاص اللي عدى وخلص واخفق مع منتخب مصر، حتى لو حظه كان وحش وحتى لو وصل بينا حد الاخر، في بعده وفي غيره وفي كوادر كتيره ممكن تاخد. بس نبقى حاطين المعايير المتطابقه وماشيه مع امكانياتنا، مش بندور وخلاص. اخيرا اخر سؤال فيما يتعلق بالبيان اللي كان اصدر من قبل الاتحاد المصري ان في 2 مدربين هيبقى ليهم زي دوره معايشه بالخارج. بصراحه مين الاسمين اللي تحب تشوف فيهم ان هم يستحقوا الفرصه دي علشان يبدا كده يتمهد لهم الطريق؟ انا بحب جدا الكابتن علي ماهر. شايف ان كابتن علي ماهر من الناس اللي، مع ان كابتن علي ماهر واخد لايسنس من ايشيا وبتاع من اسيا بس انا شايف ان كابتن علي ماهر يتطور اكتر واكتر. كابتن علي ماهر يعني منفتح جدا على الكره اللي من الاخر بتتلعب بره. بنشوف لما بيمسك فريق زي مودرن فيوتشر بيعمل معاه الانجاز ده ويوصل الكونفدراليه 2 سنين ورا بعض وياخد كاس، لا طبعا ده انجاز كبير. في نفس الوقت دلوقتي مع النادي المصري. فانا بشوف ان كابتن علي ماهر من الناس دي. وانا بحب جدا بشوف ان كابتن احمد سامي من المدربين المميزين جدا اللي ممكن مع الوقت ان هو يقدر ياخد. بس القصه كلها يا مريم في حاجه، الغطاء الجماهيري اللي بيحمي اي مدير فني، هي دي القصه. ما انا ممكن اجيب حد ممكن ما يكونش امكانياته ومقاوماته حلوه بس ليه غطاء جماهيري جامد. كان لسه اعتقد احمد نجيب كان معايا امبارح وذكر الموضوع، ان دي كانت اللي عانى منه كابتن ايهاب جلاء، ان هو ما عندوش الجماهيريه الكافيه اللي تحميه من كل اللي حصل عندما قاد منتخب. حتى كابتن حسام البدري، رغم انه كابتن حسام البدري بس كابتن حسام البدري عنده كلاش ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي، فبالتالي شفنا كلنا ان كابتن حسام البدري لما يعني ضحى بيه وطلع من خط المنتخب الوطني ما كانش فيه سبورت قوي جدا ليه. فالقصه كلها في الغطاء الجماهيري اللي لازم يبقى موجود، ان مش هنضحك على بعض، بيحمي المدير الفني اللي بيبقى موجود. يعني بنتمنى ان احنا نحط ده على جنب، لان مش طول الوقت تبقى المقاييس والمعايير متعلقه بالجماهيريه، وتحديدا يعني عشان بما اننا بنتكلم بصراحه النهارده حلقه صريحه جدا اهلي وزمالك، يعني عشان نكون واقعيين هما الاكثر جماهيريه وهما اللي ليهم القوه الحقيقيه ان هي تكون بتحرك سواء بمواقع التواصل الاجتماعي او بشكل الشارع عايز ايه، يعني سواء الشارع الاهلاوي او الشارع الزملكاوي. احنا يا محمود بعد الفصل هرجعك تاني بقى لاجواء افريقيا
بعيدا عن طبعا كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم عن منتخب مصر، لسه اكيد هيكون طول الوقت اهتمامنا بكل ما هو جديد متعلق بمنتخبنا الوطني واعاده هيكله المنظومه، وليس فقط ان احنا نكون بنجيبنا مدرب جديد وقاعدين مستنيين يا ترى هيعمل ايه. لا، هو احنا محتاجين بالفعل اعاده هيكله ومش التغيير من راس الهرم، لا بالعكس احنا محتاجين نكون بنحل كل المشاكل من الجذور علشان ده اللي هيكون بيخلينا نشوف نتائج افضل على مدى طويل. بعد الفاصل نواصل مع حضراتكم في اون افريكا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام في اون افريكا، والحقيقه خلاص يعني بنقول 24 ساعه بتفصلنا عن اربع منتخبات هيكونوا بيتنافسوا وجها لوجه في مباريات نصف النهائي من اجل الوصول الى تذكرتين في المباراه النهائيه اللي هتكون بتتلعب يوم الاحد، ولقب استثنائي هيكون بيحصل عليه احدى هذه المنتخبات علشان يكون بيحقق لقب النسخه الـ34. خلونا في التقرير التالي نتابع تفاصيل اكتر عن اللقاءين المرتقبين ونعود مره ثانيه. يترقب عشاق الكرة الإفريقية في كل مكان نصف نهائي من المتوقع أن يكون مثيرا بعد سلسلة من المفاجآت والنتائج الغير متوقعة والتي شهدتها بطولة كان 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار. البداية مع أصحاب الأرض والجمهور، المنتخب الإيفواري الذي عاد من الموت إن صح التعبير في معجزة كروية بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، وكان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة البطولة مبكرا، عاد من جديد واستطاع إخراج حامل اللقب المنتخب السنغالي بركلات الترجيح ثم ريمونتادا تاريخية أمام المنتخب المالية تأهل على إثرها لدور نصف النهائي ليضرب موعدا مع نظيره الكونغولي الشرس. ويعتمد منتخب كوت ديفوار على عدد من عناصر الخبرة واللاعبين المميزين مثل فرانكيسي وسيكو فوفانا الذي كان له دورا كبيرا في تأهل منتخب بلاده لنصف النهائي. على جانب آخر، يأمل منتخب الكونغو في كتابة التاريخ بقيادة مدربه سباسيان دي سابر والوصول للمباراة النهائية بعد بطولة مميزة للغاية استطاع من خلالها إحراج منتخبات كبرى مثل المنتخب المغربي والمصري معتمدا على بعض العناصر الجيدة على غرار ويسا واليا. أما المباراة الثانية والتي ستجمع بين منتخبين يقدمان مستويات مميزة طوال البطولة وهما المنتخب النيجيري بقيادة مدربه البرتغالي جوزيبي سيرو ونظيره الجنوب إفريقي الذي يقوده مدربه المميز هوغو بروس والذي سبق وأن حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الكاميروني في عام 2017 على حساب المنتخب المصري. منتخب النصر الخضراء سيدخل هذه المباراة وعينه على الوصول للمباراة النهائية وإعادة الأمجاد من جديد الكرة النيجيرية، حيث يعود آخر لقب أفريقي إلى عام 2013، ولكن قبل ذلك عليه تحسين خط هجومه على الرغم من امتلاكه لأفضل لاعب في القارة فيكتور أوسيمين، حيث سيواجه حارسا عملاق بحجم ويليامز الذي خطف الأضواء في مباراة البافانا بافانا الأخيرة أمام الرأس الأخضر وتصديه لأربع ركلات ترجيح، وأيضا اعتماده على عدد من اللاعبين المميزين مثل نجم الأهلي بيرسيتاو وموكوينا وجران كيكانا. نيجيريا، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مواجهتين هتكون متابعهم إن شاء الله غدا الساعة 7 والساعة 10 بالليل. شاكر برحب بيك مرة تانية. الحقيقة ابتدائي ما حد يقول لك يا شاكر على طول خالص. ازاي بقى يا مريم تقولي أنت عاوزاه والله؟ عشان مرة أقول لك محمود لا براحتك. طيب خليني كده أسألك على مشوار المنتخبات دي وصولا لهذه المرحلة. الحقيقة منتخب نيجيريا منتخب طبعا كبير، وفي ظل كل النتائج الغير متوقعة اللي كنا بنتابعها كنا قاعدين مستنيين يا ترى منتخب نيجيريا هيقدر يحقق الفوز قدام منتخب انجولا اللي كان كمان مقدم مباراه في دور ال 16 كبيره ولا لا، ولكن قدر يعدي باللقاء بنتيجه هدف نظيف فقط، ولكن كان هو الافضل، ولكن برضو في سنه كده مش تعالي ولكن رياحيه بيلعب بيها المنتخب النيجيري ممكن
تكون بتكلفه في اي وقت من الاوقات. منتخب نيجيريا قبل البطوله كان منتخب الكل دايما بيرشحه ان هو يبقى موجود في الادوار النهائيه، لان منتخب نيجيريا الاسامي بتاعته كبيره جدا، وجود واحد زي فيكتور اوزمن طبعا بيدي افضليه لمنتخب نيجيريا، هو المهاجم الافضل في افريقيا. ولكن في الاول وفي الاخر يا بريان، طول عمر نيجيريا من المنتخبات اللي اول ما انت تبدا تثق فيها وتبدا تديها الدعم عشان خاطر تعمل حاجه، يعملوا حاجه مختلفه تماما. يمكن مربوطين كلنا بذكريات ان مثلا منتخب زي منتخب نيجيريا في بطوله مثلا كاس عالم 98 عملوا دور مجموعات رائع وكسبوا اسبانيا وتاهلوا، اول ما تاهلوا دور 16 لعبوا منتخب الدنمارك وخسروا 4. هو دايما منتخب نيجيريا كده. نفس الكلام برضو في البطوله دي، دخل البطوله مش كويس، بس مع الوقت راجل بيسيرو مدير الفني السابق للنادي الاهلي غير طريقه اللعب من 4-3-3 لعب ب 3-5-2 او 3-4-3، غير طريقه اللعب خالص وبدا يلعب بيلعب بثلاث مساكين ورا عشان يبقى عنده عمق دفاعي، لان احنا كلنا عارفين ان افريقيا مهما كان فيها لعيبه كتيره جدا تلعب في التوب ليفل في اوروبا، ولكن عدم الانسجام ما بينهم لما يكونوا في المنتخبات بياثر عليهم، فعشان كده دايما عندهم مشكله في التمركزات ومشكله في النواحي الدفاعيه. بس هو قدر يحقق ده بشكل جيد، دخل فيها هدف واحد بالظبط، غير طريقه اللعب عشان كده بقى في قوه كبيره لمنتخب نيجيريا. فيكتور اوزمن رغم ان هو واحد من اكتر المهاجمين اللي ضيعوا اهداف في البطوله، ولكن هو مهاجم مرعب بمعنى كتمه، راجل هداف، راجل قوي جدا جوه منطقه الجزاء، بيضغط على الاثنين سنتر باك وبيضغط على الفريق اللي بيحاول يطلع بالكوره بشراسه كبيره جدا. زائد بقى مريان حته ان هو غلاوي بقى شويه، لان هو عاوز يحقق حاجه لمنتخب بلده. ده خدنا لقصه الانتماءات، ان مش دايما بنشوف في المنتخبات اللي هم المنتخبات الجميله اصحاب البشره السمراء، ان دايما اللعيبه دي لما بتعمل شغل كويس في اوروبا معاه فلوس كويسه واخد الصيت المعين، وكلنا شايفين اوزمن السنه، بص يعني جامب هنا راجل عامل ازاي، طالع من الدور الخامس تقريبا، يعني طالع ياخد الكره بدماغه، فهو مهاجم مرعب. ففيكتور اوزمن راجل خد السنه فاتت الدوري الايطالي وكان مكسر الدنيا وعمل كل حاجه، فبالتالي هو عاوز يعمل حاجه لمنتخب بلده. بيفكرنا بساديو ماني برده، كان بيتكلم ان هو خد كل حاجه مع ليفربول وكان عاوز يعمل حاجه مع السنغال، فاكبر انجاز بالنسبه له كان الحصول على كاس الامم الافريقيه. فده ياخدنا لمنتخب نيجيريا، منتخب من المنتخبات القويه جدا، لان بيسيرو طور من منتخب نيجيريا. رغم ان بيسيرو ده بقى ايه يا مريان، ده كان يعني قاب قوسين او ادنى ان هو يمشي بطوله، هم اصلا بيحاولوا يطفشوه وهو مش عاوز يمشي، يعني هم اللي بيقال ان هو يعني لولا ان قال انا ممكن امشي بعد البطوله فاللعيبه بدات تلعب بنفسي بالظبط. عاوز اقول لك بيحاولوا يطفشوه، بس هم عاوزين ما بينهم وما بين بعض ان هم يخلوا الراجل ده موجود على قد ما يقدر عشان خاطر موضوع الشرط الجزائي. القصه انا برضو يعني مريم بالنسبه لي قوه الكبيره اللي موجوده عند منتخب نيجيريا في الثلاثه اللي قدام، احنا بنتكلم على فيكتور اوزمن خلاص اتكلمنا عنه زي ما احنا عاوزين، بنتكلم على كولمان نجم اتلانتا الايطالي، واحد من اللعيبه اللي احنا كنا بنتفرج اليوم دايما في الدوري الانجليزي مع فولهام، وكان موجود مع ليستر سيتي، كان بيقدم اداء كبير جدا، ولكن تطوره ان هو النهارده بيبقى تاني هداف البطوله، جايب هدفين وهدفين، تالق بشكل كبير جدا مع منتخب النيجيري. والناحيه الثانيه سايمون اللي هو الراجل اللي بيلعب مع مصطفى محمد في نانت، سايمون ده دايما الذكرى الاليمه اللي بتربط الناس بيه، اصابه اكرم توفيق، لان هو اللعيب اللي دخل عليه اكرم توفيق في بطوله 2021 وبعدها جه له اكرم توفيق رباط الصليبي. بعد كده بنتكلم في نص الملعب عندنا اليكس ايوبي طبعا، اللعيب اللي معروف بيلعب في الدوري الانجليزي. فانا شايف ان الاربعه دول يعني ادوا قوه كبيره جدا لمنتخب نيجيريا مع مدير فني محترم اللي انا بشوفه بيسيرو. ان جانب الاخر كنا مبسوطين بمنتخب انجولا، ان هداف الدوري المصري اللي عندنا حاجه يعني فاهمه بناخد نفسنا فيها، ان هداف الدوري المصري واحد من نجوم البطوله قدم اداء كبير جدا مع المنتخب الانجولي. انجولا تقريبا ما راحتش دور الثمانية بقالها فتره كبيره جدا، تقريبا من 2010 لما بطوله اعتقد او 2008 بطوله كانت مقامه في ارضهم لما كان مانويل جوزيه ماسكهم. بس في الاول في الاخر منتخب انجولا بيوصل لحد الحته دي ومش هيقدر يكمل اكتر من كده، ولكن في مشروع لمنتخب انجولا. وبرده خدي بالك يا مريم نقطه مهمه، وهي بيترو اتلتيكو النادي الانجولي من اقوى الانديه اللي موجوده دلوقتي في قاره افريقيا، واعتقد فاضل له ماتش ويتاهل للدور الثمانيه في بطوله الشامبيونز ليج الافريقي، ومن اكتر الفرق اللي عملت مشاكل لسان داونز في بطوله افريكان سوبر ليج. يعني سان داونز لعب بيترو اتلتيكو ولاعب النادي الاهلي ولاعب الوداد، مفيش فريق قدر يلعب بجد جيم على سان داونز باستثناء بيترو اتلتيكو. فده ياخدنا زي ما انت كنت بتتكلمي للمشاريع اللي بدات تظهر من المنتخبات والبلاد اللي بقت كتير عندها مشاريع. ده بالنسبه للمباراه الاولانيه، وكانت نيجيريا هي الطرف الافضل وقدرت تفوز 1-0. يعني نروح فاصل، بعد الفاصل نروح للمباراه الثانيه اللي اقيمت في نفس اليوم.
اليوم الكونغو الديمقراطية وتأهلها بثلاث أهداف مقابل هدف على حساب منتخب غينيا. بعد الفاصل مع حضراتكم نواصل في أون أفريكا. يوم واحد بيفصلنا طبعا عن انطلاقة مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بكوتيفوار 2023. خلصنا حديثنا عن تأهل منتخب نيجيريا، نروح لمنتخب الكونغو الديمقراطية واللي هو كان طريق منتخب مصر، لكن للأسف ما قدرناش نواصل المشوار. قدر يتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية وكمان بأريحية بثلاث أهداف مقابل هدف على منتخب غينيا، اللي كان كله متوقع أن غينيا الاستوائية هي اللي هتكون بتلعب في هذا الدور، وقدر هو يكون بيقصيها كده في الثوانية الأخيرة من عمر المباراة، وكمان كان في الأكسترا تايم، فغينيا الاستوائية ما قدرتش أن تكون بتعوض. فاللقاء ده كان متوقع أن الكونغو تكون بالنسبة لك هي اللي بتتفوق؟ هو منتخب كونغو منتخب قوي، منتخب قوي جدا كمان بالمقارنة بالمشوار اللي هو مشي بيه، وده اللي زعلنا، اللي الطريق كان سالك يعني. منتخب مصر كان هيلعب اصل غينيا او غينيا بيساو اللي هو كان في دور ال 16 اللي كان هيكسب منهم يلعب الكسبان مصر والكونغو. الفرقتين يعني شايفهم هم اقل فرقه اصلا، كانوا في 16 فرقه اللي موجودين. منتخب الكونغو دي صبر راجل مدير فني محترم جدا جدا جدا، كلنا شفناه لما كان مع الاسماعيلي ومع بيراميدز، ولكن الراجل دايما بيلعب على الفريق اللي قدامه، مش شرط ان هو ينزل يطبق الاسلوب بتاعه. الراجل بيبقى عنده مرونه شويه، ان انا هشوف الفريق اللي قدامي مفاتيح لعبه وايه الخطوره بتيجي منين، وعلى اساس الكلام ده بيقدر يلعب. شفناه قدام مباراه منتخب مصر، منتخب كونغو كان افضل منتخب مصر في كل المراحل، عندهم لعيبه كتيره جدا. انا بشوف ان عندهم برضو الاربعه اللي قدام مميزين جدا، بنتكلم على طبعا يوان ويسا واحد نجم برينتفورد اللي بيلعب الوينج ليفت، واحد من افضل اللعيبه المميزه جدا بيلعب بيمينه وبشماله، بنتكلم كمان على باكامبو لعيب رقم 17 فيرود بتاعهم، برغم كمان غياب يا مريان واحد زي كاكوتا لعيب رقم 14 اللي هو اصلا المحرك الرئيسي لفرقه الكونغو كلها وصانع اللعب واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده، برغم غيابه بالاصابه من بدايه من مباراه منتخب مصر. ولكن لما شفنا مثلا واحد زي ميساك ايليا لعيب رقم 13 اللي عمل مشاكل كتيره جدا لمنتخب مصر، وعمل مشاكل كتيره جدا برده في مباراه الغينيا، لعيب عنده حركيه كتيره جدا على الطرف اليمين، هم منتخب قوي. عندهم نفس الكلام برضو الراجل الامبامبا، الراجل اللي هو الكابتن الفرقه بتاعهم والمساك بتاعهم بتاع مارسيليا، هم فريق بيلعب في كل حته في اوروبا، ودي نقطه هنتكلم عليها. مش شرط الفريق يا مراني يبقى عنده ميجا ستار عشان خاطر يبقى الفريق ده جامد، بس لما يبقى عندك المجموعه كلها بتلعب في اوروبا عندها حجم التنافسيه دي، بلعب في اسبوع من الاسابيع بلعب باريس سان جيرمان، فبشوف امبابي ولما كان موجود نيمار وموجود ميسي، لما يكون حد مثلا بيلعب في انجلترا فبالتالي بقابل ليفربول وبقابل مانشستر يونايتد وبقابل السيتي، فهي دي القصه كلها. مش شرط يبقى عندي ميجا ستار قد ما يبقى عندي المجموعه كلها بتلعب في اوروبا، فده اللي نتمناه ان احنا عندنا، يبقى عندنا الاريحيه دي ان منتخب مصر يبقى عنده لعيبه كتيره في اوروبا. ان بصراحه اللي كان فارق معانا يا مريم في البطوله دي عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه، اللعيبه اللي فرقت بصراحه معانا يعني، طبعا بجانب مروان عطيه وامام عاشور عملوا بطوله رائعه يعني. بالظبط، وكمان اللاعبين المحليه في ظل ان الجماهير ووجود الضغوط الجماهيريه في المدرجات بنبقى احنا مش موجوده عندنا طبعا بالشكل الكافي، اللي ممكن تلاقي لعيبه كتيره جدا بتضغط من شكل الجمهور وشكل المدرجات المتقفله، فدي طبعا برضو نقطه بتفرق بشكل كبير. خلينا نعود للاجواء بقى التنافسيه، وشايفين يعني كل زمايلنا اللي موجودين الصراحه في ابيجان بيدلوا لنا التفاصيل ودخلونا في اجواء ماما افريكا بشكل عظيم جدا. خالد رزق بينضم لنا، يا خالد برحب بيك، ويعني عندك قصص كتيره جدا، اعتقد ممكن لما ترجع تبقى تعمل لنا كتاب كده تحكي لنا عن مغامراتك في ابيجان، ولكن اطلعني على ملاديك على المستوى الفني وعلى مستوى البطوله. يا طبعا مرهام برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. طبعا هبدا معاكي بالخبر الاهم، وهو خبر غياب اوسمان من المنتخب النيجيري. يمكن المنتخب النيجيري اعلن على صفحته الرسميه على وسائل التواصل الاجتماعي ان اوسمان يعني شعر ببعض الام البطن، الام شديده في البطن، والمنتخب والبعثه كلها سافرت على مدينه بواكي، لان المباراه غدا ان شاء الله نيجيريا امام جنوب افريقيا هتكون على استاد لابيدو بواكي، واوسمان موجود هنا في ابيجان بصحبه واحد من الجهاز الطبي والفريق الطبي للمنتخب النيجيري. هناك في بعض المحاولات لإلحاق اللاعب بالمنتخب بالتأكيد، وفي بعض يعني الأعمال الطبية بقى بالتأكيد من قبل الجهاز الطبي
للاطمئنان على اوسيمن، ويعني هيشوفوا لو اوسيمن بقى جاهز النهارده بالليل هيطلع النهارده بالليل من ابيجان على بواكيه. طياره هتستغرق تقريبا ممكن يعني 20 دقيقه او 25 دقيقه عشان يلحق بقى المنتخب النيجيري غدا. طبعا اوسيمن واحد من النجوم المنتخب النيجيري وشارك في كل المباريات السابقه وكان ليه اداء ودور اكيد مميز داخل الملعب، وطبعا غيابه بكره هيكون غياب صعب على المنتخب النيجيري في مباراه هتكون هامه وصعبه. والمنتخب الجنوب افريقي يعني المنتخب اللي بيعتمد على اللاعبين المحليين ولكن اللاعبين على مستوى عالي، عندهم حارس مرمى ويليامز واحد من المتالقين واللي اصبح ترند بالتاكيد في الايام القليله الماضيه بعد تصدي الاربع ركلات جزاء كاول حارس في البطولة الافريقيه تصدى الاربع ركلات جزاء في المباراه. وطبعا لسه بيتم ملاحظه بقى اوسيمن ومدى جاهزيته لهذه المباراه. لو اتكلمنا ايضا بقى عن الحكام المصريين في هذه المباراه، ايضا هيكون الحكم المصري امين عمر بصحبه احمد حسام وابو الرجال كحكمي رايه، بالتاكيد هيكونوا متواجدين في مباراه غدا طبعا بعد الاداء الكبير اللي قدمه كابتن محمد عادل كحكم في مباراه كوتيفوار ومالي. ادى اداء مميز جدا والكل اشاد بيه الحقيقه في ادائه في المباراه، برغم كانت مباراه صعبه جهود جماهيري ضخم جدا، ولكن حكامنا المصريين عاملين شغل عظيم جدا في البطوله الافريقيه بالتاكيد. وامين عمر هيكون عنده مهمه كبيره جدا غدا ان شاء الله في مباراه هتكون ايضا هامه، ولكن طبعا عندنا ثقه كبيره جدا في حكامنا المصريين ان هم هيادوا اداء كالعاده مميز ومشرف للكره المصريه والمصر بالتاكيد. وهنتابع ايضا اجواء المباراه غدا وهنشوف كل التفاصيل بعد هذه المباراه. طبعا النهارده هيكون في مرنين في ابيجان للمنتخب الايفواري وبعدها المنتخب الكونغولي. يعني طبعا كان في النهارده مؤتمر صحفي الساعه 12 ونص صباحا يعني للمنتخب الايفواري، وبعدها هيكون المنتخب الكونغولي المؤتمر الصحفي ليه، والمؤتمرين للمباراه الاخرى هتكون في مدينه بواكيه. كان المؤتمر الاول للمنتخب نيجيريا وبعدها ب 45 دقيقه كان المؤتمر الخاص بمنتخب جنوب افريقيا. عايز اقول لك ايضا ان اسم منتخبنا الوطني ذكر امبارح في الاجواء اللي كانت موجوده من تحليل بطوله كاس الامم الافريقيه حتى هذه اللحظه. كان في تحليل وكان بيتواجد بعض النجوم والاساطير الافريقيين وكان ليا حديث مع بعض هؤلاء النجوم اللي اتكلموا على ان الحكام المصريين عاملين شغل مميز في هذه البطوله، واتكلموا على ان خروج المنتخب الوطني في بعضهم قال بسبب غياب بعض الغيابات زي الشناوي وصلاح وامام عاشور، والبعض الاخر اتكلم على ان المفاجات اللي موجوده في هذه البطوله ما تعتبرش مفاجات لان الكره الافريقيه تطورت جدا واشادوا باداء المدربين في هذه البطوله وكيفيه ان هم قدروا يعملوا تطور كبير ملحوظ في البطوله. واتكلموا على ان معظم المنتخبات اللي لعبت المباريات حتى الان بيلعبوا خطه 4 3 3 دي بنسبه 60% الاداء فيها حتى هذه اللحظه، وايضا نسبه التهديف في هذه البطوله اكتر من البطوله السابقه يمكن بمعدل 1.3 في البطوله ديت، كان في البطوله الاخيره كان بمعدل 1.2. يمكن اجواء وهم شايفين البطوله بالتاكيد على الارقام والاحصائيات اللي موجوده حتى هذه اللحظه ان هي البطوله الانجح من وجهه نظرهم من خلال التحليل لارقام والاحصائيات اللي موجوده حتى الان، واتكلموا ايضا على عامل الجو والطقس والرطوبه اللي ممكن بتؤثر بشكل نسبي على اداء المنتخبات العربيه. وايضا كان في حديث اخر عن المنتخب الجنوب افريقي واللاعبين المحليين اللي بيشاركوا معاه، واتكلموا على ان الاداء الافريقي او الاداء المحلي للاعبين ده اكيد بيكون شيء مميز للاهتمام باللاعبين المحليين. وكان يعني راؤول اتكلم على وهو مدير تطوير في الكاف اتكلم على ان المنتخب المصري لما كان بيلعب وفاز بثلاث بطولات متتاليه كان معظم اللاعبين فيه من النادي الاهلي وكان ادى اداء مشرف جدا وقدر ان هو يفوز ببطولات، وده كان راجع لان بيكون في انسجام قوي جدا بين اللاعبين المحليين. اللاعبين المحترفين خاصه في الدول الاوروبيه بيكون الطقس مختلف، بيكون انسجامهم مع اللاعبين المحليين بيكون مش اكتر حاجه مميزه بالتاكيد لعدم وجوده مع اللاعبين وبيتواجد بس في التوقفات الدوليه. فتتكلم على ان تطور الكره الافريقيه هيرجع من ان يتطور اللاعبين المحليين ويكون التركيز معاهم بشكل قوي جدا، واللاعبين المحترفين بيزودوا الخبرات وبيزودوا التقل داخل الملعب، ولكن الاهتمام باللاعبين المحليين شيء مهم وضروري جدا. وايضا اشادوا بالحراس المرمى وبالتحكيم على مستوى العالم، اتكلموا على ان افريقيا تطورت بشكل ملحوظ، ان ما بقاش في حاجه اسمها ان الحراس الافارقه اقل او الحكام الافارقه اقل في الجودة أو الإمكانيات، ولكن اتكلموا على ان الجوده الافريقيه اصبحت عاليه جدا، وده ظهر فيها هذه البطوله بالتحديد ان بطوله بيظهر فيها عدد من المنتخبات عظيم جدا. واتكلموا على منتخب كاب فيردي بالتحديد كمنتخب عنده اكبر لاعبين سنا ولكن ادى اداء مشرف جدا، وخروجه في هذه المباراه كان خروج صعب وكان خروج باداء مميز ليهم ما كانش خروج باداء سيء. وايضا اتكلموا على حارس المرمى للمنتخب كاب فيردي ان هو كان ايضا ادى اداء كبير لما اتسالوا على ان ويليامز كان متالق في هذه المباراه، كان يعني
بعض الرد. انطوان بيل حارس مرمى المقاولون العرب السابق ومنتخب الكاميرون يتكلم على ان ايضا حارس مرمى كاب فيردي كان متالق في هذه المباراه على مدار المباراه، وان في يعني حراس مرمى على مستوى عالي جدا. طبعا النهارده يعني هيكون في مرانين للمنتخب الايفواري والمنتخب الكونغولي في ابيجان العاصمه الاقتصاديه، وهيكون المران الساعه 4:30 والساعه 5:30 مران المنتخب الكونغولي. عامر رهان، حاولت انقل لك الصوره والاجواء من داخل ابيجان. اعود لك مره اخرى الان في الاستوديو، اتفضلي. تحياتي ليك اكيد يا خالد، بشكرك شكرا جزيلا، وبرضه تحياتي للمصور هيثم حسن اللي بيرافق على مدار كل هذه الايام، بشكرك شكرا جزيلا. وبعد الفاصل هنواصل مع حضراتكم، خليكم معانا. لقاءات بكره والتوقعات، هل هي مباريات خارج التوقعات من وجهه نظرك؟ خلاص، هم اربع فرق. بشوف ان كوت ديفوار بالسيناريو اللي حصل ده، سيناريوهات الكوره اللي احنا كلنا عارفينها يا مريان، ان في فريق بيحصل له حاجه بغض النظر، مع ان كوت ديفوار بالنسبه لي يعني من اوحش فرق البطوله اللي بتلعب كوره، لا ليهم شكل ولا نمط ولا تكتيك ولا اي حاجه، ومدير فني مشي جابوا الراجل الثالث معاهم. فانا بشوف لا، ان كوت ديفوار هتكمل عشان السيناريو بتاعها وهتوصل المباراه النهائيه، فانا شايف ان كوت ديفوار هتبقى اقوى من منتخب الكونغو. الناحيه الثانيه بقى هتبقى معركة جامدة جدا جدا ما بين فريق قوي جدا اللي هو فريق نيجيريا زي ما اتكلمنا عليه، وما بين فريق عنده كل مقومات الكورة اللي هو فرقة جنوب افريقيا، لعيبة كلها بتحس كده ما بينهم وبعض في ألفة، لأن عدد كبير جدا منهم بيلعب مع بعض في نفس بالزبط. الفريق يعني تقريبا 6 أو 7 من صن داونز، واحد تقريبا كايزر تشيفز، وواحد النادي الأهلي بيرسي تاو، فهم فريق عندهم تآلف كبير جدا جدا ما بينهم وبين بعض، الماتش هيبقى صعب. بس الفاينل من وجهه نظري هيبقى كوت ديفوار ونيجيريا، مين بقى اللي يكسب دي نخليها نشوفها بعد دور الاربعه. بس انا كنت اتمنى مسلسل جنوب افريقيا يكمل، بس هيبقى صعب شويه لان نيجيريا منتخب قوي، بس لو اوزيل مش هيلعب الكلام هيختلف بشكل كبير. اللي يصنع الفارق مثلا مع منتخب جنوب افريقيا ممكن بعد اللي شفناه يبقى ويليامز طبعا، ومكوينا. مكوينا يا مريهان حته لعيب ما شفتش كده بقالي فتره كبيره جدا، بالنسبه لي هو افضل لاعب في القاره داخل افريقيا. مكوينا لعيب رقم 4 بتاع صن داونز جنوب افريقيا، وزواني الفرويد وويليامز طبعا لو راحوا لضربات الجزاء. احنا هنتابع اكيد لقاءات ممتعه، بنتمنى باذن الله تكون تليق باسم القاره السمراء. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا والله يا مريهان يعني مبسوط جدا في تواجدي معاكي في اي حاجه، وما انساش عمري بدايات اللي كانت معاكي انت والزميل طبعا يحيى حمزه. 18 بشكرك شكرا الله يخليك جزيلا، شكرا دايما بتنورنا، وبكون سعيده جدا بمتابعتي وان انا اكون بقرا المشهد من خلال رؤيتك الفنيه. شكرا جزيلا. تحياتي موصوله لحضراتكم مشاهدينا، وتحيات طاقم العمل بالكامل. نلتقي غدا باذن الله وحلقه جديده من اون افريكا.